العافية. هلا اليوم كاميرا الإخبارية السورية نازلة جولة بين الفلاحين عم تشوف كيف عم يشتغلوا. وشفنا هون ربات البيوت كيف بيشتغلوا من الأرض وكيف نوعا ما بيوفروا على بيوتهم بعض المصروف. هلا أنت هون عندك شوية خواريف ولا؟ عندي خواريف وعندي غنم. خلينا نشوف الخواريف هاي نعلفها. هلا هاي الغنم لسه ما روحت لأمهات، هلا بتروح شوي ثانية. في عندي هون كمان جوا. قديش تقريبا عندك؟ عندي شي 500 راس يعني بين كبير وصغير. هدول صغار ولا كبار؟ هدول صغار. هدول شو يعني بتتركهم هلا شو؟ بنعلفها لعيد الضحية، بنبيع منها على الضحية، كل مستوى بنبيع على الضحية، والباقي بخليه مصروف للبيت يعني الشتوية. كم راس بتخلي عندك بالبيت مشان المصروف؟ والله بخلي شي 40 راس 50 راس. أيوة. قديش بدهم شغل وتعب؟ والله بدهم شغل كتير، تعب كتير. هلا هدول الصغار كم واحد؟ هدول شي 60 70 شي 70 يعني. هدول بدهم يكبر وقت يعني. ايه بدهم ايه. يعني بدك العلف وبدهم اكثر؟ العلف هي العلف اللي هو مطول الشير. تعمل لهم خلطة معينة؟ لا ولا عم يحطوا لهم شير على الحل هلا. اي والله. انا الافضل الشعير لحال ولا الخلطة اللي والله كله منيح كله منيح. هلا امهاتهم ما عم بيبقوا؟ هلا امهاتهم هلا بيجوا شي ساعة بيجوا. وينهم هن؟ بالمراعي برا هي. قديه عمرهم هدول؟ هدول عمرهم 10 ايام يعني 10 ايام عمرهم. وهدول شو بتعلفون؟ هلا هدول على الحليب برضه من امهاتهم ما بتعلفهم. قديش بيتموا يشربوا حليب؟ بضلوا شي 3 شهور. لثلاث شهور بتبلشوا علف؟ ايه 3 شهور. هذيك الصغيرة لكن كيف عم تاكل معهم علف؟ لساعتها بترضع حليب كمان بس تاكل صارت تاكل يعني. صار لك مربي؟ احنا ابننا عن جد. ابننا عن جد يعني وراثة. ومع الأزمة ما أثرت عليك؟ والله ما أثرت الحمد لله. يعني تميت؟ تميت إيه ما بنفس المجال نفس المطرح هون هذا بيتنا هون. طيب لكل اللي عنده مواشي وعم يحاول يحافظ على الثروة الحيوانية لأنه في كتير ظروف يمكن صعبة عم تمر، شو بتقول لهم؟ احنا بنحافظ على الثروة الحيوانية أكثر شيء. صاحبين المواشي ما يبيعوا من الفطايم ولا من الغنم، يعني يربوا للبلد ثروة حيوانية هي للشعب يعني كله. أنا بحب يضل بالبلد نشتغل بالبلد.